لماذا أراك حزينا هكذا يا بني؟ لقد عرفت، تريد الذهاب مع قافلة قريش إلى الشام، إذا استعد لتذهب معنا. علمت أنك سوف تأخذ محمدا معك إلى الشام. نعم، فإني والله أحبه ولا أستطيع فراقه، كما إني أريده أن يتعلم التجارة. الحمد لله، ها نحن قد وصلنا إلى مدينة بصرة. انظروا يا قوم، أحقا ما أرى بحيرا رائد يقف خارج صومعته. إنني لا أصدق ما أرى، لقد كنا نمر عليه قبل ذلك أعواما كثيرة فلا نجده خارج بيته أبدا. لكن لماذا ينظر إلينا هكذا؟ يا قوم، سوف نستريح هنا تحت ظل هذه الشجرة بجانب صومعة الرجل الصالح بحيرة، ثم نكمل السير إلى الشام إن شاء الله. يا إلهي، أحقا ما أرى؟ ما هذه الغمامة التي في السماء والتي تظل هؤلاء القوم؟ هذه الغمامة لا تظهر إلا لنبي. سوف أصنع طعاما لهؤلاء القوم وأدعوهم لأعرف شأنهم. يا أهل قريش، لقد صنع لكم سيدي بحيرة طعاما وهو يدعوكم جميعا كبيركم وصغيركم. يا بحيرة، لم يسبق لك أن دعوتنا إلى طعام من قبل، فلماذا دعوتنا اليوم؟ صدقت، ولكنكم ضيوف وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما. ولكن هل تركتم أحدا لم تحضروه معكم؟ لن نترك إلا غلاما هو أصغرنا، تركناه في رحالنا. ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم. يا إلهي، لا أصدق نفسي، إن هذا الغلام به جميع المواصفات المكتوبة عندنا في التوراة، إنه النبي المنتظر. ويل لليهود، ويل لليهود. وها هو خاتم النبوة بين كتفيه في ظهره. يا سيد قريش، ما قرابتك لهذا الغلام؟ هو ابني. لا، ليس ابنك، وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا. إنه ابن أخي. وأين أبوه؟ مات وأمه حامل به. صدقت، اسمع نصيحتي يا أبا طالب، ارجع بابن أخيك هذا إلى بلدك واحذر عليه من اليهود. والله لو رأته اليهود أو عرفت به فسوف يؤذونه، فإن ابن أخيك هذا سوف يكون له شأن عظيم. وعلى الفور عاد أبو طالب وابن أخيه محمد إلى مكة، وما هي إلا سنوات قليلة حتى تحقق كلام بحيرة وأصبح محمد صلى الله عليه وسلم نبيا له شأن عظيم في الأرض والسماء.